المشاهدين لأن نصحح بعض المفاهيم مع فضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي حول كلام المفتي. والمفتي مش بالضرورة اسم بعينه، ولكن الشيخ الذي هو قريب مني فأسأله عن ثقة أنه صاحب علم. هناك مفهوم يقول يعني من لا مذهب لهم فهم على مذهب مفتيهم. في هذه الحالة مع التصحيح ومع وضع نقاط فوق أو تحت الحروف، كلام المفتي هنا ناصح أم ملزم؟ عايز أفرق أول بين أمرين. تفضل. المفتي كمان صفرة المفتي في مصر، والمفتي الذي يقوم بدور الإفتاء للسائل، وهذه نقطة أردتها. فإذا كان فضيلة المفتي فلازم نعرف إن ده وظيفة رسمية ومنوط به عمل رسمي بلائحة، وله راتب خاص، وله أعمال محددة. هذه الأعمال المحددة التي ينظمها القانون دي وظيفته اللي بيتقاضى منها الراتب لمراعاة مثلا حكم الإعدام. القاضي أحيانا يريد أن يطمئن لمنع أي شبهة من حكم الإعدام، باعتبار أن القصاص من ضمن الحدود في الجملة يدرأ بالشبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم يدرأ الحدود بالشبهات. فربما تكون هناك شبهة يعرفها فضيلة المفتي ولا يعرفها القاضي، أو فاتت عن القاضي، فاتخذ في النظام التقاضي المصري أن أحكام الإعدام لابد من التصديق عليها أو رفعها لفضيلة المفتي، وإن كان رأيه في جميع الأحوال استشاري، بمعنى أن الحكم في يد القاضي وليس في يد فضيلة المفتي. المفتي فقط بيعقب بذكر الشبهة أو عدم وجود شبهة. أيضا تحديد الأهلة دي وظيفة فضيلة المفتي الرسمية. بالتأكيد دار الإفتاء المصرية في الأوائل الأخيرة تطورت تطور غير عادي، فأصبح بتقوم بخدمة مفتوحة، خدمة خيرية. تمام. يعني أشبه ما يكون بالعمل الخدمي المجاني على مستوى مصر. اللي عاوز يسأل سؤال 24 ساعة بالتليفون، أو يروح إلى دار إفتاء ويعني يسأل عن الأحكام الفقهية في الزواج والطلاق وحقوق الزوجين والميراث وغير ذلك من المسائل التي يريد أن يتعرف عليها. هذه هي الوظيفة الحالية لفضيلة المفتي. لكن لازم نعرف أن دار الإفتاء المصرية عندما نشئت أو أنشئت لأول مرة كان الهدف منها إيه؟ عارف كان الهدف منها إيه؟ إيه؟ كان الهدف منها ضبط القضاء على مذهب حنيفة، ضبط الأحكام القضائية على مذهب مين؟ الإمام أبي حنيفة. لأن دار الإفتاء المصرية ما كانتش في عهد الثورة، وإنما كانت تقريبا عام 1890 أو 95. الإمام محمد عبده كان مفتيا لمصر، لأن محمد عبده لم يكن هو المفتي الأول. كان الإفتاء لشيخ الأزهر من قبله في يده، كان شيخ الأزهر ويقوم مقام الإفتاء، ثم أول مفتي استقل هو محمد عبده. محمد عبده مات 1905. بالمناسبة هو قدم استقالته قبل ما يموت، لأنه اتهم بأنه لم يحمي المذهب الحنفي. تهمته أنه لم يحمي المذهب الحنفي في القضاء. ما كانش القضاء زي الوقتي عبارة عن تقنين والقاضي بينفذ قوانين. المال كان إيه؟ كان قضاء شرعي، ما يسمى بالقضاء الشرعي في هذه الفترة. يعني إيه قضاء شرعي؟ دي بقى لفظ، هذا اللفظ إحنا عايزين نحرره في لقاء آخر. الفقه والشرعي نسجله كده ونقول ضروري. القضاء الشرعي ليه احنا سميناه هذا اللفظ؟ عارف تسميته في هذه الفتره كان القضاء الشرعي. عارف تسميته القضاء الشرعي؟ محل لبس غير عادي، محل اشكاليه غير عاديه، لدرجه ان البعض بيعتبر القضاء فيما بعد ما عادش شرعي، خلاص اصبح وضعي ومقابله كان شرعي. يعني طبعا دي خطيئه كبيره جدا، يعني ولا في نوع من التضاد او الصراع. طبعا ادى الى فساد غير عادي. كان القضاء في هذا الزمن فقهي. يعني ايه فقهي؟ ما كانش مقنن، كان بيجيب القاضي مذهبه حنفي ونقول للقاضي احكم بالمذهب الحنفي. ليه؟ احنا عندنا اربع مذاهب مشهوره، الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله. فالدوله العثمانيه فكرت توحد القضاء على مستوى ربعها، فقالت ايه؟ قالت افضل طريقه عشان اوحد القضاء يبقى اختار مذهب معين والزم الناس بيه، ابو حنيفه. فاختار مذهب ابو حنيفه، ده اختيار وفاقي جاء على مستوى كل العالم الإسلامي كله الذي كان الدولة العثمانية رائدة فيه. طيب لما يكون المذهب الحنفي فيه رأيين أو ثلاث آراء، قالوا نختار أرجح الأقوال في المذهب الحنفي وعينوا قضاة. ومن أجل ضمان
ان الحكم يكون بارجح الاقوال في مذهب حنيفه، او نعين مفتي عشان المسائل الغامضه على القاضي يبعثها للمفتي والمفتي يقول له ده المذهب الحنفي او ده الارجح. وحدثت مساله خطيره اسمها مساله الترانسفاليه، تسمع عنها؟ لا، معناها ايه؟ اتنين من ترانسفال، ودي احدى مقاطعات في دوله اوروبيه، وكان اختلفوا زوجين يعني زوجين، ورفع النزاع بين يدي القضاء. فالقاضي وجد في اشكاليه محتاج فيها يعرف ما هو ارجح الاقوال في مذهب الحنفيه فيها، فرفعها لمين؟ لمحمد عبده عليه رحمه الله. محمد عبده قال بان الراي المرجوح في المذهب الحنفي هو الاولى بالاعتبار، لا رايين، فالراي الارجح مرجوح، الراي الارجح الراي الاظهر يعني في المذهب الحنفي لا مش هيتناسب في العرف في العرف بتاعه، فانا ما اخد براي تاني. الراي التاني في الفقه الحنفي معتبر غير معتبر؟ معتبر طبعا. معتبر، لان قال به بعض الحنفيين ايضا وبعض مشايخ الحنفيه، ده صحيح، فاخذ به. عارف ماذا فعل حساده على صفحات الجرائد الرسميه؟ خيانه المفتي، وكانوا مستنيينها. ده العنوان، محمد عبده ده العنوان. تحتها بقى ايه؟ ايه وجه خيانته؟ انه ترك الراي الارجح واخذ الراي المرجوح في الفقه الحنفي في المساله الترانسفاليه، اللي هي ولقبت بالمساله الترانسفاليه لشهره الواقع يعني الواقع. وعرف بعدها اختنق جدا وقدم استقالته وقعد شهرين ثلاثه وبعدها مات وهو ليس مفتيا، لكن لا تزال الامه الاسلاميه تحلم بفكر ومنطق وفقه الامام محمد عبده المستنير، الذي كان يحاول اقناع الناس بشريعه الاسلام التي تصلح في كل زمان ومكان. لدرجه ان البعض تساءل، ومش عايز اطلع عن الموضوع، ان هل الامام محمد عبده ما استطاع ان يكون مذهب فقهي لحاله؟ لا لا، يعني لا، كان لا سؤال من فرط ما كان الامام محمد عبده هو من العقل. هو كان كاتبا وكان مفكرا وكان مجددا ومصلحا. فين التجديد بقى والاصلاح؟ كان بيرغب في اصلاح التعليم في الازهر، ويتمنى ان اللي يدخل الازهر ما يحفظ بس، لا يحفظ ويفهم، ولما يفهم يترجم فهمه. الله. ما هو لازم انك لما معلومه تخش عندك وانت تفهمها هترجمها بطريقه تتناسب مع الوضع المعاصر لحياتك، لكن كونك تحفظ وتردد اللي انت حافظه مفيش تجديد. فكان دي امنيته، ولكن برضه مات عليه رحمه الله ولم يحقق تلك الامنيه.